ضيفتي في سبع أرواح الأسبوع الجاي هي شخصية هواية طلبتوا أن تشوفوها في سبع أرواح، شخصية مسوية بلبلة، نور منير. سلام. رح يعرفوك؟ ما أدري، يجوز. ضعفانة ضعفانة ضعفانة. سبع كيلوات. ضعفة. نور منير ليش ضحكتيني؟ والله تزهقتوني. شو رأيك في الحلقة؟ والله هي حلقة حلوة إن شاء الله حتكون، وحبين للناس فكرة البرنامج، الناس اللي ينتقدوني يجوز كرهون. كشفنا هواية شغلات مو يجوز. ايه. ان شاء الله توصل فكرتي، وان شاء الله يعني يفتهمون شنو فكرة البرنامج. هو ما راح يفتهمون فكرة البرنامج، راح يتوضح لهم هواية امور هم شافوا بس صحيح. المقاطع او واني هم انا حرصت انه يعرفون منو نور منير، يعني هذا الشيء اللي حرصتهم عليه. فحلقة راح تعجبكم، هذا الشيء ما راح يفيد ولا راح يجيب العيد. لازم تختمني. شكرا جزيلا.